تاتي، اليوم نقدم لكم كاطو يعيطوا له كحلو وقلبو ابيض. ان شاء الله لهنايا ربنا قلبنا كحل، ان شاء الله دائما ابيض. نوريكم المقادير هما وحاجه مليحه، نوريكم واش في المقادير. فيه 250 غرام زبده، نديروها غامولي، غامولي معناتها طريه. فيها جوج صفار بيض، فيها جوج مغارف كبار كاكاو، فيها نص كميه تاع مايزينا، نص يعني هذا، وفيها نص سكر ناعم، ونواره تاع 10 غرامات، ناخذوا النص تاعها يعني تاع 5 غرامات، ولافاني. ومن الداخل القلب تاعو كما قلنا بيض، واش نديرو فيه؟ نديرو كاس ونص تاع نواط كوكو، ونص كمية نواط كوكو بالفرنسي اللي هو الجوز الهند، ها جوز الهند، وفيه كمية من السكر الناعم نص كمية، وفيه هادوك الأصفر البيض اللي نحينا البياض البيض هو نخلطو بيه، ومن فوقا التزيين شيكولا. نبداو على بركة الله. هذيك قلنا غامولي اللي هي هكذا ناسيه، خليناها في درجة حرارة المطبخ. نزيدو لها كمية سكر ناعم ونخلطو، نخلطو قبل هذي. اللي عنده الروبو يخلط، اللي ما عنده شي يدينا فيهم البركة. نخلطو سكر كلاص مليح هكا بتاتي، والسكر الناعم نخلوه مليح، نزيدو لهم جوج صفار البيض، نزيدو جوج مغارف تاع كاكاو معلقات كبار، ونخلطو هكذا كيما كنشوفو بتاتي. نزيدو لهم نص الكمية تاع المايزينا اللي قلت لكم عليها، وكنخلطو مليح، ونزيدو لهم فارينة حتى تولي ميطات. من بعد نوريكم. شوفو خواتاتي والحشو، هاي العجينة لي فيها هاي تكون طرية متكونش قاسحة. دوكا ناخدو هذاك مواد كوكو كاس ونص كبير كيما قلنا، نزيدو لو لافاني، ولافاني هي خير حقيقة تاع الميزان، خلاص كلين تاع الميزان هي مليحة. نزيدو نص كمية تاع السكر الناعم، نص كمية، نزيدو لو زوج هذاك الأصفر اللي درناه في العجينة، الأبيض كيبقى لنا نديرو في المواد كوكو، طيب البيض. شوف خواتاتي ناخدو هذه كمية من العجينة تاع الشيكولا، كمية من عجين الشيكولا هكذا، حلوها هكذا، وناخدو هذيك الكمية تاع المواد كوكو اللي قلت لكم عليها، هذه هي اللي قلبو بيض، عرفتو؟ السر تاع الكاطو هذا ها هو هنا في الوسط، ونغلق الحبة، نغلق الحبة تاعنا. وتاتي نكملو هكذا كل مرة، نحلو هكا العجينة ونديرو في الوسط الحشو هذاك تاع نواط كوكو، ونغلقوها ونكوروها هكا هكذا، ونحطوها فوق الورق بافي كويسه اللي نطبخوا فيه الماسو، نحطوها على نار متوسطه. بعد لكم في التقديم في هاهم، نحطوهم دوكا في الفوق يطيبوا، ومن بعد نوريهم لكم في التزيين. شوفوا خواتاتي ها شوكولاته بنه، راكم تشوفوا دوكا هاي الشوكولاته اللي ذابت، زينوهم بها. ناخذ الحبات، شوف منهم هكذا هكذا كما تشوفوا،
نحطهم هكا ونزينهم من الفوق كل واحد وش يحب. عندي انا المهم دركا عندي شوف شويه نوت كوكو وشويه كاوكاو واللي عندها على حسب المقادير يعني واش عندها في الدار، اللي عندها جوز اللي عندها كل وحده تحب كيفاه تشكلها من الفوق تشبعها كيفاه تزينها. ونوري لكم صحن التقديم. شوفوا خواتاتي ها صحن التقديم، شوفوا كيفاه جاونا، جاونا هشاش ومليح. نقص منكم حبه شوفوها. شوفوا خواتاتي يجي حشيش وبنين وقلبو لداخل في نوت كوكو هكذا كما خواتاتي قلت لكم عليه، كحليش قلبو ابيض. وان شاء الله نلتقي في موعد اخر ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم الحلوه هذه، وان شاء الله من المزيد. وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا البصمه وبقوا على خير. بصحتكم وبصحتي.